عايز اشكر كل منظومة الكورة، لجنة التخطيط، عايز اشكرهم، شركة الكورة اللي اصبح ليها دور في دعم موارد كرة القدم، فانا بشكرهم جدا. الجهاز الفني بقيادة مستر كولر والجهاز الاداري، الجهاز الطبي، كل العاملين في قطاع الكرة. وهنا عايز اقف عند بعض الاسماء اللي احنا لازم نذكرهم ونشكرهم، وهبدأ بالكابتن سيد عبد الحفيظ. كابتن سيد واحد من ولاد النادي المتميزين، اشتغل بإخلاص وبذل مجهود كبير، وأدى رسالته على مدار 12 سنة مدير للكورة، طبعا متفرقين آخرهم خمس سنوات متصلين، وإحنا بنشكره طبعا على كل اللي قدمه للنادي. عايز كمان أشكر الدكتور أحمد أبو عبلة، الراجل اللي ما قصرش لحد آخر مباراة، وزي ما بقول دايما كل مرحلة يا جماعة ليها احتياجاتها، والحقيقة ولاد الأهلي المخلصين بيتفهموا الأمر ده، بيفهموا الأمر ده كويس، ودايما إحنا في الأهلي، وده عرف عندنا من 1907 لغاية النهاردة، دايما إحنا في الأهلي جيل بيسلم جيل، وده سبب رئيسي من أسباب استقرار النادي الأهلي. عايز أشكر كمان كل اللعيبة اللي ما كانش لها نصيب، ليهم نصيب يكملوا المشوار معانا، كلهم لعيبة محترمة جدا ومتميزة جدا، وبنتمنى ليهم كل التوفيق. وبالتأكيد باب النادي الأهلي هيفضل مفتوح قدام ولاده المخلصين في أي وقت.